السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة جبت لكم جديد أخبار على المحترفين المغاربة، وفي هذا الفيديو الجميل غادي نهضروا تحديدا على شادي رياض، عبد الصمد الزلزولي، ياسين بونو، وكذلك ديك الأخبار اللي خرجت على أشرف حكيمي غير اليوم فقط، واللي غادي يكون عليه واحد التوضيح مهم ومهم جدا. وكالعادة كيما موالفين كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد. والبداية كنحب بدا تكون مع الشاب المغربي شادي رياض لاعب برشلونة. فحسب موقع لي ريفو الإسباني قالوا بأن نادي أوساسونا باغين يتعاقدوا مع المغربي شادي في الانتقال الصيفية القادمة. وحسب نفس المصدر قالوا ان اوساسونا كتراقب المدافع شادي رياض بجدية كبيرة جدا، زائد ان هناك تقارير عليه جد ايجابية، بمعنى نادي اوساسونا كان كيراقب ومتابع المغربي بشكل مستمر، والملاحظات اللي كانت كتوصل بها الادارة كاملة كانت ايجابية على اللاعب اللهم بارك. وايضا نفس المصدر هضروا على مميزات رياض شادي وقالوا عليه بالحرف بانه كيتميز بخصائص مميزة كتلفت الانتباه، خصوصا انه يلا عنده 19 سنة فقط، زائد الشخصية ديالو اللي هي احدى نقاط قوة المدافع المغربي، زيادة لأنه قوي بدنيا ومميز أيضا في الكرات الهوائية. عموما هذا كيبقى غير اهتمام لحدود هذه اللحظة، وأكيد باقي المغربي من هنا للصيف غادي توصل بعروض أخرى، والقرار في الأول والأخير كيبقى للنادي الكاتالوني وأيضا للاعب واش غادي يكمل في فريق برشلونة أو أنه غادي ينتقل لشي نادي آخر على سبيل الإعارة أو بصفة نهائية. وشخصيا ما كنعتقدش أن برشلونة غادي يفرط في شادي نهائيا، خصوصا أنه من أبرز المدافعين في النادي الكاتالوني، وغالبا إدارة البارسا غادي تصيفطو كإعارة كما دارش مع المغربي الاخر عبد الصمد باش يزيد يحتك مع اللاعبين الكبار ويتطور اكثر واكثر كما واقع حاليا مع الزلزولي عبد الصمد. وبمناسبه هذا الاخير فباقي كتخرج عليه بعض اخبار حول امكانيه عودته للنادي الكاتالوني، وهذه المره مع صاحبه مارك الاسباني بتاريخ 13 من هذا الشهر، يعني غير البارحه فقط، واللي قالوا لك ان الزلزولي عبد الصمد العوده ديالو الى نادي برشلونه اصبحت قريبه جدا، ولكن الرجوع ديالو لبرشلونه غادي يكون بشرط، وهو مغادره احد اللاعبين الثلاث اللي كيلعبوا كاجنحه واللي هما رافينيا، انسو فاتي، وفيران طور. والسبب اللي مخلي النادي الكاتالوني مستعد باش يستغني على احد اللاعبين اللي ذكرناهم وهو الجاني المال طبعا. والفكره الان عند برشلونه وهي استعاده عبد الصمد الزلزولي في حال تم بيع عقد احد اللاعبين اللي ذكرناهم سلفا، واللي كيزيد ياكد بان البارسا متشبته بعبد الصمد. وهي صاحبه سبور منذ لحظات قليله جدا بارطاجوا واحد الخبر اللي كيقولوا ان وكيل اعمال الزلزولي عبد الصمد التقى بممثلي نادي ليز يونايتد الانجليزي، لهذا الاخر مستعدين باش يتعاقدوا مع المغربي خلال الانتقال الصيفي المقبله، الا ان برشلونه حاليا رفض الاستماع لاي عروض من الانديه المهتمه بعبد الصمد، والتوجه ديال النادي الكاتالوني هو رجع اللاعب بعد انتهاء فتره اعارته وادماجه مع المجموعه خلال المرحله الاعداديه للموسم الكروي الجديد. عموما قصه الزلزولي مع برشلونه مازالت مستمره، وباقي من هنا لقدام غادي نسمعوا متغيرات وسيناريوهات جديده، والحسم اكيد غادي يكون في الانتقالات الصيفيه المقبله. اما عن ياسين بونو فالسكوت في حرم الجمال جمال، فهو ايضا عندنا عليه اخبار حول اهتمامات بعض الانديه به من اجل التعاقد معه طبعا. فحسب صحيفة موندو ديبورتيفو بتاريخ 13 من هذا الشهر قالوا ان الوكيل ديالو بدا كيتحرك باش يلقى ليه شي نادي جديد بحكم الوضعيه الحاليه اللي ولا كيعيش الحارس مع النادي الاندلسي واللي احنا عارفينها كاملين بالتفصيل. المهم صحيفة موندو ديبورتيفو قالت ان هناك ثلاث انديه باغين يستافدوا من خدمات الحارس ياسين، واللي هما ريال سوسيداد، فيلا ريال، والنادي فالنسيا. وطبعا كما غالبا اكيد بغينا ياسين يعلق من هذا الفريق في اقرب وقت ممكن، ولكن الى نادي كبير اللي يليق بحجمه وامكانياته، بمعنى هذا الفريق يكون في الصف الاول واللي كيلعب على الالقاب ماشي الى الانديه المتوسطه. عموما كنتمنوا لبونو ياسين كل توفيق ان شاء الله. وقبل ما ندوزوا الى اشرف حكيمي خفا زربا على السريع نعطيكم التوقع ديالي بخصوص حكيم زياش، واللي مازال على راي ديالي بان تواجده في القائمه اللي فاتت في دوري ابطال اوروبا فقط بسبب محدوديه اللاعبين اللي كانوا مقيدين في اللائحه اللي مشاركه في الشامبيونز ليغ، وكنا شرحنا ذلك سابقا بالتفصيل. وهذا الشيء اللي قلت لكم غادي يتاكد في الماتش ديال غدا ان شاء الله ضد برايتون، واللي حسب رؤيتي الشخصيه كنقول انه غادي يتم عاوتاني الاستبعاد ديالو من القائمه، وهذا الشيء كما قلت لكم كيبقى حسب تحليلي وتقديري الشخصي، يعني ماشي معلومه او مصدر او خبر. وفي حاله ما فعلا زياش ما كانش حاضر في الماتش فكالعاده كلشي قوس على البلو تشيلسي باش خسر ان شاء الله. ونختموا الان بواحد التوضيح اللي كيتعلق بالمغربي اشرف حكيمي. فكما عارفين البارحه قلت لكم ان ديك الاخبار اللي كتقول بان حكيمي اشرف كتب جميع الممتلكات ديالو كامله لوالدته باش زعما الزوجه ديالو هبه ما تصور منه والو، هي اخبار غير موثوقه ومن مصادر غير مؤكده، لان المصدر الوحيد اللي هضر عليه هي احد المجلات الافريقيه اللي هي فريست ماغ. ولكن اليوم كنتفاجئ بان الصحافه الاسبانيه باكملها بارطاجات هذا الخبر على لسان هذه المجله تحديدا، يعني الكلام كامل اللي سمعته اليوم بان الصحافه الاسبانيه كموندو ديبورتيفو والاس ومارك الاسبانيه وحتى موقع جول انهم قالوا بان هبه زوجة حكيمي هي والمحامي ديالها تفاجئوا انه كتب جميع الاموال ديالو لوالدته ماشي من مصادرهم الخاصه. فقط المواقع العربيه كيبارطاجيو لكم العناوين ديال الصحف الاسبانيه بان حكيمي زرف لك الزوجه السابقه ديالو هبه، ولكن فاش كتجي تقرا التفاصيل كتلقاهم كيقولوا لك حسب ما اوردته مجله
مشكلة فريست ماغ يعني ببساطة ماشي من المصادر ديالهم. وحتى موقع ماركة إسباني فاش بارطاجوا هذا الخبر في الأخير قالوا لك بأن أخبار كتبقى غير مؤكدة لحدود هذه اللحظة، وأن زوجة حكيمي أصلا ما محتاجاش إلى ترويجها. يعني اللي بغى نوصل لكم بأن الصحافة الإسبانية دارت كوبي كولي للخبر وما عندهم حتى شي معلومات مؤكدة من مصادرهم. على العموم يكتب ليها أو ما يكتبش ليها كتبقى حياة الشخصية ديال أشرف حكيمي. فقط هدرت على هذا الموضوع لأنه فعلا كتوصلني عليه بزاف ديال المساجات، لذلك وجب علي التوضيح. المهم في الختام كيبقى رأي ديالكم، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.